بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أشرح لكم خطوات تدريس Unit 7 Lesson 6 My School Magazine How We Travel. كيف نسافر؟ Start by asking what day is it, which month is it. نبدأ بسؤالهم ما هو اليوم وأي شهر. And write them on the board. ونكتبهم على السبورة. Write the first three. Think and discuss questions. نكتب الثلاثة أسئلة ل think and discuss from page 100 of the pupil's book on the board. هذه هي أسئلة think and discuss في صفحة 100 من كتاب الطالب. How do your family travel to other places on in Iraq? كيف عائلتك تسافر إلى أماكن مختلفة أماكن أخرى في العراق؟ What's your favorite way to travel? ما هي الطريقة المفضلة للسفر؟ Look at these ways to travel. انظر على هذه الطرق للسفر. Which do you like best? أي منها تعتبر هي الأفضل لك تحبها الأفضل؟ Put pupils in pairs and give them a few minutes. ضع الطلاب في أزواج وأعطيهم دقائق قليلة to discuss their answers. لكي يناقشون أجوبتهم. Ask pupils to look at the pictures on page 100. يعني ضع الطلاب ينظرون إلى الصور في صفحة 100 and tell you what ways of travel they can see. ويخبروك ما هي طرق السفر اللي يشاهدوها. Car, train, boat, plane. Ask which of these ways of travel do you like best. يعني أي من هذه الطرق السفر تحبها أو ترغب بها الأفضل. List ideas. استنبط أفكار. Explain that they are going to read what Dima, Karam, Jana and Firas say about how we travel. نشرح لهم بأنهم سوف يقرؤون ماذا يعني عن ديما وكرم وجنى وفراس يقولون حول how we travel كيف يسافرون. Ask pupils to read quietly by themselves. نطلب من الطلاب أن يقرؤون بهدوء بأنفسهم and match to the photos ويعني يوصلون إلى الصور. هذه هي صفحة 101 من كتاب الطالب وماذا يقول كل واحد كرم جنى وبقية الأولاد. Pupils check in pairs. الطلاب يعني يفحصون أجوبتهم في أزواج. Class check يعني فحص الصف يعني. You can read out the four magazine articles. تستطيع أن تقرأ بصوت عالي الأربع مقالات للمجلة for pupils to follow للطلاب حتى يتتبعون. Ask pupils to look at activity A on page 98 of the activity book. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى الفعالية A في صفحة 98 من كتاب النشاط. هذه هي الفعالية A في صفحة 98 من كتاب النشاط. Read the rubric as a class. يعني اقرأ العنوان كصف. Ask for volunteers to read the questions 1 to 8. نطلب من متطوعين بأن يقرؤون الأسئلة من 1 إلى 8. Let pupils work by themselves. دع الطلاب يعملون بأنفسهم and write their answers to the questions. ويكتبون أجوبتهم إلى الأسئلة in the my answer column أو في حقل my answer. هذا هو حقل my answer اللي الطلاب يكتبون أجوبتهم فيه. Put pupils in pairs and let them compare their answers. دع الطلاب في أزواج ودعهم يقارنون أجوبتهم. Write these verbs on the board. اكتب هذه الأفعال على السبورة. Go, take, love. Write the words regular verbs and irregular verbs on the board. اكتب كلمة يعني كلمات أفعال المنتظمة والأفعال الغير منتظمة. Dima's mother to Najaf last week. It's 30 minutes to get there by plane. Firas's brother, يعني أخو فراس, his first time on a train. المرة الأولى في القطار. Ask pupils to complete the gaps with one of the verbs. يعني أطلب من الطلاب أن يكملون الفراغات بواحدة من الأفعال. يعني ها القطعة نكتبها على السبورة ونكتب الأفعال أيضا على السبورة ويكملوها بالأفعال يضعوها في الفراغات. Elicit when, took and loved. استنبط منهم went يعني ذهب took أخذ and loved أحب. See if pupils can say which of the three
يعني شاهد إذا الطلاب يستطيعون أن يقولون which of the three verbs is regular loved، يعني أي من الأفعال الثلاثة هو منتظم، هو loved فقط المنتظم. ask how they know regular verbs، يعني أسألهم كيف يعرفون الأفعال المنتظمة. طبعا هي ends in ed، تنتهي ب ed. Ask pupils to read the lock box at the top of the page 99 of the activity book. نطلب من الطلاب ينظرون إلى صندوق لوك في أعلى صفحة 99 من كتاب النشاط. هذا هو صندوق لوك بوكس في أعلى صفحة 99 من كتاب النشاط. Set activity D on page 99 of the activity book for homework. نضع الفعالية D في صفحة 99 من كتاب النشاط كواجب بيتي. Spend a few minutes to review with the pupils. نقضي دقائق لنراجع مع التلاميذ. هذه حل activity A في صفحة 98 من كتاب النشاط. A. What can you remember? ماذا تستطيع أن تتذكر؟ Answer the questions. أجب على الأسئلة. طبعا هنا الطالب يكتب أجوبته في my answer، وهنا my friend's answer يعني جواب صديقي، أما يكون جواب قصير أو جواب طويل. Number one. How does Karam's dad get to work؟ كيف يعني أبو كرام وصل إلى العمل؟ By car، بواسطة السيارة. He goes، أو نستطيع نقول he goes to work by car. Number two. Does Karam's dad like driving to work؟ هل يعني أبو كرام يحب السياقة إلى العمل؟ No he doesn't، هو لا يحب. He likes driving، هو يحب السياقة، but he doesn't like driving to work، ولكن لا يحب أن يسوق إلى العمل. Number three. Where did Dima's mother go last week؟ أين ذهبت أم ديما الأسبوع الماضي؟ To النجف الشريف. She went، أو نستطيع نقول جملة طويلة، she went to النجف الشريف. Number four. How long did it take Dima's mother to get there؟ يعني كم وقت أخذت حتى تصل هنالك؟ 30 minutes، أو نقدر نقول it took her 30 minutes. Number five. What are Jenna and her friends going to see؟ ماذا يعني جنى وأصدقائها سوف يشاهدون؟ Lots of beautiful places، الكثير من الأماكن الجميلة. They are going to see lots of beautiful places. Number six. What's Jenna going to make for the picnic؟ يعني ماذا جنى سوف تعمل للنزهة والرحلة؟ A cake. She's going to make a cake. Number seven. How did Firaz's brother، كيف يعني أخو فراز get to Nasiriyah، يعني وصل إلى go to Nasiriyah، ذهب إلى الناصرية. By train، بواسطة القطار. He went there by train. Number eight. Did Firaz's brother، هل أخو فراز like going fast، يحب يعني أن يذهب سريعا؟ Yes he did. It was exciting، إنه يعني مثير. وعدنا حل أيضا صفحة 99 من كتاب النشاط. بالأعلى هو lock box، صندوق يعني lock. Do you remember about regular and irregular verbs؟ يعني هل تتذكر الأفعال المنتظمة ولا غير المنتظمة؟ احنا مثل ما قلنا قبل بأن الأفعال المنتظمة هي بإضافة الإيدي، والغير منتظمة الشاذة تتغير الكلمة نهائيا، منضف لها إيدي ولا دي. وإذا هي الكلمة طبعا الأفعال منتظمة، إذا هي الكلمة بيها الفعل هو بي، يعني إي نضيف له فقط دي، وإذا ما بي إي فنضيف له إي دي. وهنا عندنا activity دي. Look at the present verbs، انظر على الأفعال المضارعة. Write the past verbs، اكتب الأفعال الماضي. Write R for regular or I for irregular، يعني اكتب R لirregular و I لirregular. الأفعال بالمضارع عندنا is R، أصير بالماضي was were، irregular يعني غير منتظمة شاذة. Tell told irregular، take took irregular، make made irregular، travel traveled irregular، نضيف لها نضعف طبعا ال R في ED ومنتظمة هي. visit visited regular، love loved regular، هي بها هنا love بها اي فضفنا لها فقط دي، بينما قبلها visit ما بها اي فضفنا لها اي دي. fly flow irregular، look looked regular، هنا ضفنا لها اي دي لان ما بها اي.